النهارده خبر معايا بس عشان تشوف الضغط الدم اللي بيحصل للواحد لما بيشوف التصريحات بتاع المسؤولين. ساعات محكمة القضاء الإداري رئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ألزمت رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر. المواقع الإباحية اللي على النت والإنترنت والكلام ده كله. قالت له يا رئيس الوحدة الظاهر رفع قضية. قالت له يا رئيس الوزراء اتخاذ كل الإجراءات اللي كنت تقفل الكلام ده كله. السيد وزير الاتصالات الاستاذ خالد نجم او المهندس خالد نجم قال ان الوزاره ستبدا التنفيذ فورا وصول الحكم اليها، يعني مش هتنفذ الا من الحكم. تمام. عايز اقول للسيد وزير الاتصالات عشان برضه يعني اهو التصريح ده يعني جنبه التوفيق فيه. طب بساله انا بقى سؤال، وهل هنالك وهل القانون بيسمح بانشاء مواقع اباحيه؟ يعني هل القانون يا سياده الوزير يسمح بانشاء هذه المواقع عشان انت مستني حكم محكمه عشان تشيلها؟ هل في قانون بيسمح لما يبقى في موقع اباحي وقليل ادب وابيح كده؟ هل في قانون بيسمح بده؟ هل القانون الاخلاقي يسمح بوجودها؟ هل الجدعنه والشهامه والمروءه، هل اخلاقيات الشعب المصري اللي هو حاجه بتميزه، شويه حاجات بتميزه وقيم بتحكمه وعادات وتقاليد ماشي فيها المصريين، انا بتكلم على دموع المصريين، ماليش دعوه بالاصحاب اي اللي هم يعني ايه اتشكلوا على حاجه تانية، انا بتكلم على ملايين الشعب. هل ملايين الشعب في العموم هي تسمح بده، ولا الموضوع ده بيسئها ويجرح مشاعرها ويضايقها؟ هل انت كنت مستني حكم المحكمه عشان تشيل ده؟ وعشان كده ارجع لسؤالي الاولاني يا سياده الوزير، هل اصلا في القانون بيسمح ان يبقى حد يعمل موقع اباحي فعشان كده ما تقدرش تشيله انت واحد بتتفرج يعني مبسوط انت كده مالكش دعوه بيه ومستني الحكم، يقول لك اول ما يوصل لنا الحكم. والنبي ده كلام. يعني انا عايز اسال سؤال، ده كلام؟ انا طب انت يا اخي في موقع اباحي ما تشيله وخلي اللي حاطط الموقع الاباحي ده هو اللي يروح القضاء عشان القضاء يجيب رقبته. ده حاجة تمرض. أنا رأيي بقى إن يبقى في الحكومة بقى لما يجي التصريح زي ده، ما هو ده تصريح عامل زي التصريح بتاع زي وزير العدل السابق بالظبط كده، مش قال لك أما يجي لي هشيل المواقع الإباحية. يا عم المواقع الإباحية دي أنت ما بتشيلهاش ليه من الأول؟ أنت من ساعة ما جيت واللي قبليك ما شالهاش ليه؟ لا مش المواقع الإباحية دي عاملة حاجة زي بتاعت بوليس الأدب كده، يعني زي ما يكون حد عامل شقته منافيه للاداب والاخلاق الاداب، هل دي محتاجه حكم قضائي؟ ولا اللي بيشتغل اي حاجه منافي الاداب بتقبض عليه؟ طيب استنى الحكم القضائي على ما يجي لك يا سياده الوزير. مين معايا على التليفون يا ستي؟ مساء الخير يا فندم. حضرتك طبعا يعني انا يشرفني ان اكون مع حضرتك في النهارده، وأعرض على حضرتك يعني جزء كده من معاناة الشعب المصري، الست المصرية. اتفضلي يا فندم. الست المصرية النهارده حضرتك بقى صعب جدا إن هي يبقى ليها كيان ويبقى ليها حرية رأي، حرية حياة، حرية تعليم أطفال، حرية كامرأة كزي أي امرأة في العالم مخلفة وعندها أطفال. طب ما تيجي نقول الموضوع بقى صعب جدا. حضرتك قولي الموضوع، نخش في الموضوع على طول ودعينا احنا كلنا نستنبط الموضوع، ايه المشكلة؟ طيب حضرتك في دعوة اترفعت، دعوة طلاق سنة 2012، وبسبب طبعا دخول محكمة الأسرة ومحاولاتهم طبعا اللي هي بيبذلوا طبعا أقصى يعني قصور طبعا، هم بيحاولوا ان هم يصلحوا ما بين الزوج والزوجة. اتنازلت عن كل القواضي كل حاجة في 2012، 2013 رجعت البيت، رجعت نفس المشاكل الزوجية، احنا اتنين غير متفاهمين بالمرة. طلبت الطلاق أكتر من كذا مرة، أنا بقالي 11 سنة متجوزة. 2014 رفعت خلع، وده كان في شهر 3 2014.
الأوراق كلها كانت مستوفية في المحكمة، والكلام ده كان يوم بالظبط 25/3/2014. حضرتك بعديه بحوالي 10 شهور المحكمة قررت إن الأوراق دي كلها ما تخصش المحكمة دي أو الدائرة دي، فنقلوا الفايل كله على محكمة جديدة ورجعنا البروسيجرز كلها أو كل القصة من أول وجديد، كأننا من الصفر من أول وجديد. حاليا احنا بنبتدي من الصفر من اول وجديد في محكمه البساتين. وبعد ما حضرنا جلسه واثنين وثلاثه، القاضي تنحى او رئيس المحكمه قرر ان هو هيغير القاضي ما نعرفش ليه ويغير الدايره برضه مش عارفين ليه، وده كله في تطويل طبعا القضيه بشكل عام. هو بس في سؤالين احنا بنساله النهارده. حضرتك الطلاق بقى من اصعب الاشياء اللي الست ممكن تاخدها في مصر. الخلع اللي كان بيقول عليه زمان الحاجة السهلة للست ان هي تسترد حريتها وكرامتها، كرامة الست المصرية، انا ما بتكلمش على كرامتي انا. على فكرة انا بقالي سنة ونص في الحال ده وما عنديش مشكلة اقعد 10 سنين كمان وخلينا في اللعبة دي، بس المتضرر حاجتين، الاطفال واي ست مصرية غيري غير مقتدرة انها تجيب محامي واحد. القضيه انت حضرتك ايه المشكله حضرتك؟ لا حضرتك معلش، القضيه لما رجعتي من اول جديد ورحتي المحكمه عملت تنحي عن القضيه ولا عمل اصلا عشان الصوت مش سامع؟ هاتولي الصوت في الاير بيس يا جماعه. لا حضرتك بعد ما عملنا بعد ما رجعنا في القضيه في البساتين اللي هي المحكمه الجديده، عملنا جلسه اتقال ان انا خارج البلاد. انا مش خارج البلاد، انا واحده بقضي واجبي ك يعني بشتغل في شغلي وكنت بحضره وفي محامين بيحضروا بالنيابه عني. طبعا القاضي اجلها 3 4 شهور قدام. حضرت، لما حضرت قعدنا 4 ساعات في اوضه مغلقه، اتكلمنا تناقشنا، الكلام كان واضح وصريح ان العيشه مستحيله. حضرتك انا في هجر ما بيني وما بين جوزي بقاله اكتر من 5 سنين. ده رقم واحد. رقم اتنين، المعاناة الشديدة في المعاملة السيئة اللي هي مفيش بني آدم يستحملها. حضرتك احنا في خارج البلاد العربية في حقوق للحيوان وحقوق للبني آدم وحقوق للمرأة وحقوق للطفل، احنا ما عندناش أي حق من الحقوق دي، احنا غير متواجدة بالمرة للأسف الشديد. يعني إذا كنا احنا بنزدهر سياسيا انا برضو انا 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 ما فهمتش، بس المحكمه لما حضرتك شرحت لهم ده كله كان قرارها ايه؟ ايوه المحكمه ولا حاجه. لما حضرتك اثبتي تضررك كالاتي، حضرتك انا ماشيه الساعه 3 ونص يوم خميس، الساعه 3 ونص من محكمه البساتين، والمحكمه البساتين دي مكانها في شبرا. يوم السبت الساعه 9 الصبح بيقال ان في دعوه اتقدمت لرئيس المحكمه بتغيير القاضي وتغيير الدايره. مين اللي قدم الدعوه دي بقى؟ بيقولوا الزوج. نعم الزوج شكله طبعا واضح ان هو بيقول ان هو ما قدمش حاجه، احنا مش عارفين النقطه فين. لا يعني انا عايز بس اسمعيني بس عشان الناس تفهم ونفهم القضيه الايه. ما المحكمه ديت هو الامل الوحيد ان المحكمه تحكم لحضرتك، فلما بتوصلي في محكمه وتفاجئي ان هيئه المحكمه او القاضي بتاع الناس ده اتغير، هل بيتغير؟ هل هو تنحى ولا حد شاله ولا يعني هل هي قضيه سياسه؟ هل القضيه دي فيها حاجه سياسه ولا هي قضيه شرعيه بس؟ لا هي سياسيه، هو الموضوع اكبر من كده. هو الزوج شايف ان الست ملهاش الحق في ان هي تعمل حاجه اسمها خلع. الخلع ده حاجه بتبوظ عيله باكملها وخراب ودمار لعائله مصريه. والخلع ده بيدي البريفليج او الادفانتج للست ان هي تاخد الاطفال. طب ما هيها ما انا حتى لو اتطلقت من الاطفال معايا لان هم قصر، يعني هي سواء كان خلع او طلاق طبيعي الاطفال معايا، هو مش عايز. طيب ما انا طبعا معلش بس حضرتك اثبتي للمحكمه تضررك ولجوئك انك انت يعني على بتهدمي اسره لانك انت عايشه في رحيم، هل اثبتت للمحكمه الكلام ده؟ اكيد اثبت. لا اثبت بان انا طيب كنت عامله طلاق في 2012 واتنازلت. طيب وبعدين ورفع قواضي دلوقتي كده خلع. يعني ايه خلع؟ انا بتنازل عن كل حقوقي الشرعيه، يعني ده معناها ان انا وصلت لمرحله
خلاص بقول انا بسترد كرامتي واحترامي لذاتي ولنفسي علشان اعرف اربي ولادي. طيب يعني ايه القضيه دلوقتي؟ القضيه اللي احنا بنتكلم فيها دي قضيه بتاعت قدام القضاء. القضيه دي مش قضيتي انا بس، قضيه 90% من البنات المصريات اللي رافعين خلع في مصر. هيكل الخلع النهارده بقى بياخد من سنه ونص لسنتين، وسنتين ونص وثلاثه كمان. ده بقى الطبيعي، عمر ما الخلع كان كده. هيكل الخلع كان بيقعد من 3 شهور لست شهور، اقصاها 9 شهور، ده لو كان فيها مشكله عويقه يعني، وكانت الست ما بتحضرش او الراجل ما بيحضرش او ما بيحضروش مع بعض في محكمه الاسره. بس احنا النهارده حضرتك القصه زايده عن حدها. الموضوع ده راي عام يعني، ده يعني الموضوع ده يبقى ده اول ملف، ممكن ملف من الملفات تتحط قدام السيد وزير العدل المستشار احمد الزند دلوقتي، لان القضيه دي دلوقتي قضيه محكمه. يا ريت والله، ويا ريت يعني كمان رئيسنا احنا اخترناه. احنا كستات، ست مصريه ست قويه، ست المصريه ست قويه. وعلشان كده حضرتك انا بتكلم مع حضرتك، مش بقول لك انا قصتي انا ايه، انا بقول لك قصه كل الستات المصريات النهارده او البنات المصريات اللي هم ما بين سن ال 25 وال 40 بيعدوا بايه النهارده؟ بيعدوا باللي انا بقول لحضرتك عليه. طب انت عندك رقم القضيه؟ عندك يا فندم رقم القضيه؟ طبعا. لا يعني تديه لنا. أيوة. عشان احنا تديه لنا عشان نبعته لوزاره العدل، عشان خاطر لانك انت ممكن طبعاً. لانك انت ممكن تخش كده عامله زي القضايا الثانيه بتاعت الميراث والحاجات دي، تقعد 40 سنه مثلا. ما احنا اذا لانه ربما هو للاسف حضرتك الخلع قبل الثوره كان بيقعد من 3 ل 6 شهور. بعد الثوره النهارده حضرتك احنا اتكلمنا ناشدنا عن حريه وحقوق بني ادم وحقوق انسان وحقوق النهارده ما بقاش فيه لا حق بني ادم ولا حق انسان ولا حق طفل ولا حق امراه ولا بقى فيه حقوق اي حاجه. احنا يعني احنا رايحين فين؟ احنا كنا قاعدين بنناشد تغيير رئيس، غيرنا رئيس. طب احنا النهارده رئيسنا زي الفل وراجل مشرفنا في كل حته في العالم. يا ريت احنا كمصريين يبقى لينا كرامتنا جوه مصر، علشان لما نيجي نتكلم بره مصر الناس تحترمنا. طيب انا ست مصريه ست قويه، ست ليها قيمه بره مصر. اي ست مصريه بتشتغل بره البلد دي اتفرج حضرتك عليها، هي مستواها عامل ازاي الاجتماعي والمادي وكل حاجه يعني حاجه. هو إيه احنا في بلدنا كده؟ هو اذا اذنتي لي حضرتك، لا الست المصريه اثبتت قيمتها وجدعنتها وشهامتها واثبتت موقفها في 30 يونيو. الست المصريه عملت ما لم عملت ده. بس برضه انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا الست المصريه بتتعرض دلوقتي داخلين في قرب السنه، يعني داخلين في قرب السنه 7-8 اشهر في حرب معموله على الست المصريه. ليه؟ لان النهارده طبعا الحرب دي من الدوائر الاخوان ومن الدوائر الاخرى اللي هي تبع الامريكان، يعني الدوائر اللي هي عايزه تعمل دوشه في البلد. مين النهارده اللي وقف واقفه في 30 يونيو؟ الست المصريه. الست المصريه دي لو تلاحظي حضرتك كميه الحوادث اللي تتنشر عن المراه المصريه وفي كل بلاد الدنيا، في الصالح وفي الطالح، بس النسبه مع بتبقى معروفه يعني، انما الحوادث على طول الست اللي خانت، الست اللي عملت، الست اللي مش بعدرت، الست اللي مش عارف ايه. بص على الجرايد كده حضرتك هتلاقي هذا الكلام، في حرب على الست المصريه. انا محرك. وربما ان يكون للمساله اليد للاخوان في هذا الموضوع، ربما يكون لهم يد في هذا الموضوع، انه انت هتقرفونا يعني. مش انتوا اللي وقفتوا بقى في 30 يونيو؟ تعالوا، لان انا وفي كل حته في حاجه ثانيه. معرفش هل ممكن حضرتك النهارده في مستشارين حضرتك رايهم النهارده عن الخلع، ان الخلع ده الست اللي بترفعه ست غير محترمه. الكلام ده انا سمعته امبارح قدامي مستشار محترم قال الست اللي بترفع قضيه خلع هي ست غير محترمه، ان هي وصلت نفسها لكده. لا حضرتك، هي مش الست اللي وصلت نفسها لكده. احنا هنقلب الايه وهنعكسها. هو للاسف الشديد الراجل ما بيديش حريه حضرتك، ده احنا يعني وصرحهن بالمعروف خلاص يعني. طب احنا وصلنا لمرحله خلاص ما فيش صلاحنا بالمعروف، يبقى في خلع، لان هو برضه من الشريعه الاسلاميه. طيب هل استسمح حضرتك ما تتكلمش في حاجه غريبه يعني؟ اسمحك انك حضرتك تعملي مذكره، خلي المحامي يعني يعمل مذكره للموضوع ده، احنا هنبعته للسيد وزير العدل. انا ده اللي اقدر اعمله تجاه هذا الموضوع، وهم يبحثوا في هذه المساله
عسى الله ان يامر امرا كان مقضيا. انما اللي انا عايز اقول فيه، انا الى حد كبير بايدك، هنالك حرب معلنه من فتره مش اقل من 6 اشهر على المراه المصريه، حرب معلنه على المراه المصريه، بعض وسائل الاعلام شغاله وحتت كتير شغاله في هذه المساله، ده تاديبا لها على ما قامت به في 30 يونيو. انا رايي ده وبقول ده، يعني يعني هم بيحاولوا يطلعوا، بيحاولوا تشويه صوره المراه المصريه اللي كان لها موقف عظيم، موقف عظيم، موقف عظيم في 30 يونيو وما بعد 30 يونيو. انا في انتظار، انت حضرتك معايا ولا خط قفل؟ سامع حاجة دلوقتي. انا في انتظار لو حضرتك تعملي المذكره دي معموله للمحامي يعملها، يحط فيها النقاط كلها، وازاي ان احنا بقى لنا 3 سنين او مدعي يعني في ايه في الكلام ده كله، وشرح للحاله دي كلها، وان هنبعتها للسيد وزير العدل. وانا بعتقد ان المساله يعني بنحاول، وان شاء الله يكون في حل ان شاء الله. بشكر حضرتك يا فندم. مين المستشاره؟ طيب انا معايا المستشاره فريده عسوي. مساء الخير يا فندم. ايوه مساء النور يا فندم. انا سمعت كل الحديث. اولا بشكر سيادتك جدا. مساء النور يا فندم. انا بشكر سيادتك جدا على البرنامج الممتاز ده وعلى القضية اللي سمعها دلوقتي. انا عايز اقول لسيادتك انه في احنا الحقيقة بعد الثورة الاخيرة مع سيادة الرئيس السيسي، يا ريت احنا نلجأ وننصف المرأة المصرية بمداخل حكومية واهلية، يعني في مؤسسات كتيرة موجودة اوريدي. بس لو قلت لسيادتك القانون الاحوال الشخصية مثلا من سنة 1920 موجود، ده لازم يبقى له غربلة مراجعة تجديد. وطبعا دي اولا وزارة العدل هي اول اللي ينظروا ليها، غير مؤسسات للمرأة المصرية يعني زي المجلس القومي للمرأة والمجلس الأمومة والطفولة ومؤسسات أخرى كتير وأهلية كمان ومراكز تعليمية زي المركز المصري لحقوق المرأة إلى آخره. وأنا يعني بعد إذن حضرتك أنا ده اقتراحات، أقترح كمان إنه زي ما اتعملت لجنة قومية لمراجعة وإشراف على مشكلة القرف في بلدنا، يبقى لنا كمان لجنة قومية لمتابعة وتقييم الأحكام اللي بتصدر للمرأة اللي بتتوسل لطلاق أو نفقة أو خلع، علشان تنفذ مش بس تبقى أحكام. وطبعا يعني انا الحقيقه عايزه اقول بس حاجه كمان، مفهوم العنف. حضرتك الصوت عالي بتاع التلفزيون بس انا مش سامع. انا وطي خلصت، وطي التلفزيون، وطي. مفهوم مفهوم العنف يا فندم مش بس جسدي، انما ايضا معنوي ونفسي تربوي وايضا اجتماعي. والاعلام له دور كبير كمان في الموضوع ده، يعني هو له علاقه بالراي العام. فلازم يبقى فيه برضو تركيز على مفهوم العنف وارتباطه بالموضوع الخاص بالمراه المقهره، مجال الاجراءات اللي بتتم للطلاق والنفقه والى اخره والخلع. الخلع ده طبعا تبع الشريعه الاسلاميه، ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان الخلع ده بينفذه في يوم وليله. النهارده في سنه ونص، سنتين ونص الى اخره. هو انا بتصور انا المشكله بتاعت اختنا اللي عرضتها من شويه في جزء منها هتتعرض على السيد وزير العدل المستشار احمد الزند، هنبعت له مذكره للمحامي هيعملها. انما الجزء الثاني انا هستضيف
المجلس القومي للمرأة، لا هنعمل نفتح هذا الملف، لأن النهارده المسألة محتاجة. أنا شايف إن هنالك، أنا شايف شخصيا في حملة مدبرة ضد المرأة المصرية عقابا لها على موقف ما، وأنا بعتقد الموقف ما اللي هو 30 يونيو، أنا بعتقد ده. أيوه ده صحيح. عشان ما نقعدش نضحك عن نفسنا، ففي محاولة لتشويه صورة المرأة المصرية بصورة أو بأخرى. ده صحيح. ربنا يصلح الأحوال. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة المستشارة فريدة عيسوي. مش عارف يعني أنا امبارح كان الدكتور وهدان، كنت سألته سؤال على فكرة، لأن احنا عندنا في إشكالية لم يتم توضيحها، ومعرفش السادة علماء الدين يعني ما ركزوش شوية عليها. لأن أنا من كام يوم كنت بكلم مع حد كده وتابع، فاكتشفت إن في شباب في سيناء، احنا سيبنا سيناء الفترة حقيقة كبيرة اللي حصل فيها فكرة التيار المتشدد والتكفير وكذا. فولد يبقى في عيلة، فكنت بسمع حكاية عن أسرة، عن قبيلة يعني، في الولد في قبيلة هو معتزلهم لأنهم بيعتبرهم كفرة، هو الولد معتزل. فالنهاردة فكنت بتكلم مع دكتور وهدان بقول هل الأب لو النهاردة الابن، في ابن أخطأ، أو النهاردة واحد متجوز واحدة مش متحجبها، وعلى اعتبار يعني النهاردة ما بتصليش، خلينا في الصلاة، ايه اللي يملك ان يعمل؟ هو بينصح، اولا انا عشان خاطر انصح حد انه يصلي لازم اكون بصلي، عشان انصح حد ان انا اقول له على مثل واخلاقيات ومبادئ وقيم لازم اكون بعملها، يعني عشان خاطر لما اتكلم يبقى فيه جزء كتير، يبقى فيه مصداقية. انما في تعالوا بقى انا كأب او كولي اب، انت ما تقدرش تعمل حاجة، لان ربنا سبحانه وتعالى في هذا الموضوع تحديدا، اللي عايز يصلي يصلي، وما يصليش ما يصليش. واحد ودي اركان الاسلام، الصلاه والصوم، واحد بيصوم هتعمل له ايه؟ ما تقدرش تعمل له حاجه، يعني ما تقدرش تعمل له حاجه، لان ربنا قال لك انا اللي خلقته. عايز يهتدي يهتدي، مالكش، وانت مش هتهدي اي حد، ربنا اللي بيهدي كل الناس، لما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. عايز افكر بس عشان الناس اللي بيجي يقول لك ايه انا بكفر، اللي هو الفكر بتاع الاخوان، انت نازل في مجتمع جاهل وعليك هذا المجتمع الجاهل، عليك انت تتعامل معه بقى المجتمع، زي حسن البنا ما قال لهم يعني ده مجتمع جاهل، احنا جاهل هو اللي هم اللي فاهمين يعني. فهو بيبتدي بقى يعمل، فتكتشف انه عامل دين بتاعه، هو دين بتاعه في كذب، بيسمح لنفسه انه يكذب، ويسمح لنفسه انه يعمل حاجات كتيره غريبه جدا بيعملوها. هل النهارده بقى لو في اب وعنده ابن ما بيصليش او عاصي كده، احنا لو خدنا بالنا من القران ومن القصص القراني لنكتشف، اللي هو نكتشف ان في اذى. يعني سيدنا نوح هو واحد من الانبياء، ابنه، شوف سيدنا نوح قعد يعص في الناس كام سنه، 950 سنه، ولما ربنا امره بقى انه يعمل مركب في الصحراء ويعمل مركب عشان هيغرق دول كلهم، فقال له ابن تعالى، يعني يمكن في سوره هود بسم الله الرحمن الرحيم، ونادى نوح ابنه وكان في معذل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فقال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه. لما بقول له لا ده انا هطلع جبل هيعمل، قال له ما فيش حد ربنا لا عاصم من ارض من الله الا من رحمه ربنا. هل نوح يعتبر هو نبي بقى مقصر؟ وبعدين نوح لما نادى عليه لغايه اخر لحظه بينادي عليه، وبعدين بيطلب من ربنا يستغفره، فربنا قال له لا انت كده، فقال له اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، وقال له يعني انا معلش اغفر لي يا رب. اذا النهارده ده نبي وما قدرش يصلح ابنه او يدعو ابنه لما امر به ربنا. هل بقى النهارده نقدر نعتبر ان سيدنا نوح مقصر؟ دي واحده. طيب سيدنا لوط مراته كانت، ما هي كانت كارثه، كانت من الغابرين، وربنا يعني لما يعني نزل عليهم فطسهم كلهم. هل نعتبر ان النهارده وبعدين وما طلقهاش، هي كانت عايشه معاه، يعني هي عايشه معاه وهي بقى يعني كل البلاوي فيها. امراه فرعون
يعني هي المؤمنة وتؤمن بالله وهو بقى شوف الكفر كله. هل فرعون نقدر نقول ان فرعون بقى ولي امر ان مراته كانت مؤمنة يبقى هو ليه فضله هيخش الجنة مثلا عشان مراته كانت مؤمنة؟ لا، ده هي اللي كانت مؤمنة وهو اللي عاصي، ولا هي قدرت تقنعه ولا هو قدر يأثر عليها. انا بقول ده ليه؟ عشان الفكرة انت يعني ده انبياء بقى، سيدنا نوح، سيدنا لوط، نبي ما قدرش يهدي ابنه. انت ما تجيش بقى في مجتمع تقول لي اصل انا هكفر ده وتعمل ده. الدوله بقى اللي عاملين او الناس اللي معتزل، الشباب بقى اللي في سينا واللي اعتزل اللي معتزلين واللي بيحاربوا واللي بيسموا نفسهم داعش اللي هو الدوله الاسلاميه، انت بتحارب ليه؟ يقول لك اصل احنا بنحارب عشان دين الله. مين قال لك تحارب؟ ده انبياء ما عرفش، قال له خلوه سيب وروح وربنا امر، وسيب ابنك غرق وامراه لوط الصاعقه خدتها ولا البتاع خدتها في 60 دقيقة، وفرعون اهو البحر داخل في البحر غرق. يبقى انت ما تجيش دلوقتي انتوا بقى تحت اي مسمى وتقول لي حسن البنا وحسن ما اعرفش مين، تقول لي انك انت النهارده احنا الرسائل حسن البنا انك المجتمع جال وتعمل كذا ونعمل كذا وهنغير الدنيا والدوله الاسلاميه. ده انت مالك انت يا اخي؟ انت اول حاجه في المجتمع انك انت بتلم المجتمع ده على بعضه، ما تفرقوش، ما تعملش بقى اخوان ومش اخوان. انت في اي مجتمع يا اخي انت بتعمل، انتوا بتكفروا بقى ليه وبتعتزوا الناس هتقولوا اكتر من ربنا؟ استغفر الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى ادانا امثله في رسل، في ابنه وفي مراته وفي زوجة فرعون. يعني انت بقى عمالين بتكفروا وتعملوا ايه؟ ايه اللي بيعمله بقى داعش واللي بيعمله معرفش مين واللي بيعمله الاخوان واللي بيعمله الجماعات التكفيريه والارهابيه اللي موجوده في سينا؟ ايه ده؟ انهي دين اللي مستندين اليه؟ وازاي ما بتردش عليهم بالكلام ده؟ الاستاذ محمد عبد اللطيف بيقول لي الروك يا استاذ ابراهيم صلت الضوء على فواتير الميه، ارتفاع جنوني الفواتير، فاتوره شهر نوفمبر وديسمبر 400 جنيه، فاتوره يناير وفبراير 1087 جنيه لخمس شقق، محمد عبد اللطيف ارض اللي هو الجيزه. اه يعني ما هوش في مش في الزمالك يعني. خمس شقق اما يجي 1087 1000 قول 1000 جنيه. الله، يعني انت يعني احنا بنتكلم على يعني ايه ده؟ يا جماعه انا عايز اقول يعني في حاجه لازم نخلي بالنا دلوقتي. يا جماعه زي ما تكون انتوا كنتوا بتشتغلوا يعني انتوا بتمهدوا الحاجه بالقرارات العشوائيه اللي تعملوها في الكهرباء وفي البتاع ده وفي عدم الاهتمام النهارده ان انا اوفر في سلع ممكن نوفر نخفض بيها حاجات زي ما نجيب سمك بحيره ناصر، يعني حاجات كتير تسهل. اسماء محمد بتقول المواطن الضعيف في البلد دي لا يوصل صوته لاي مكان، وهي دي بلدي مصر، مواطن ضعيف. مش المساله مش كده يا اسماء، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه عشان الناس متخيله. ما هو ربنا يسامحهم بقى، يعني حتى لما الاستاذ اما طلع اتقال حد قال لك ده مبارك عنده 75 مليار دولار في التحرير كان بالكالكوليتر، فقال لك كل مصري هياخد معرفش قد ايه، كام الف جنيه، كام هتتوزع الثورة. الناس تصورت ان بين يوم ده احنا عندنا في مشاكلنا حاجات كتيرة، انما اللي اسوأ من المشاكل التراث الثقافي بتاعنا، افكارنا اللي السينما جسدتها واللي هم المبدعين عملوها، وللأسف يعني منهم اللي دمروا حاجات كتير، المبدعين اللي بيقول لك اصل انا مبدع اوعى تقرب من السيناريو اللي انا كاتبه وكلام كاتب ايه ده انتوا ده انتوا في ناس منكم خربت مصر، تراكمات سنين طويله جدا في افكار كثيره جدا. الفكره انك انت المجتمع، احنا عندنا بقى لنا كام سنه دلوقتي في السينما المصريه اللي بيتصور لك الاحياء الاهالينا البسطاء دول على انهم وحوش قد ايه، وهذا غير حقيقي. في اي مجتمع في الدنيا في الطيب وفي الشرير، في الكويس وفي الوحش، في اللي ميسور وفي اللي فقير، في الطويل وفي القصير، في كل حاجه. انما ما نقدرش يبقى مجتمع كله كده، وطبعا بيتكلموا كله على ان ايه والست وكان لا اخلاق ولا الدنيا زيطه، ده زيطه، وهذا غير حقيقي. ده جزء من المشكله. فاحنا فكره النهارده احنا امتى نخرج من ده؟ لما تتغير الثقافه دي، لما تتغير الثقافة دي. ده احنا دمرنا مهن بسبب الكلام ده، بسبب الأفلام. فاكرين الأفلام والممرضة لما تيجي ودايب ونظرة في الفيلم يبقى الممرضة دي يعني أخلاقها وسخة يعني كده على طول، بدل ممرضة تبقى عشان تيجي بالليل. طب ما هي بتقعد
ممكن تقعد نبطشتها قاعده جنب عيان بتعمل من يعني من اكتر المهن لها قدسيه واحترام وكلام هي التمريض. يعني العمليه بتمثل 30% والتمريض بيمثل 70% في العمليات الصعبه تحديدا يعني. واحنا بنطمس ده كله، مين اللي عمل ده؟ مين اللي عمل الخيال المريض ده؟ مين اللي عمل؟ احنا بقى كلنا بقى ثقافتنا غلط وسلوكياتنا غلط وحاجتنا غلط وحالنا غلط. انما مش فكره. وبعدين احنا ما حدش بايد، ما احنا في المجتمع، ما هو ربنا امرنا ان احنا اللي هو النوع من التكافل اللي بيننا وبين بعض. مش ربنا امرنا بيه؟ ما احنا لو عملناه ما يبقاش فيه لا واحد ضعيف ولا واحد بقور ولا واحد فقير. انا ربنا موسعها عليا، ربنا قال لي 2.5%. لو انا طلعت 2.5% وحضرتك وحضرتك وكذا وكذا مش هيبقى في فقير، لان ربنا حاسبها، ربنا سبحانه وتعالى حاسبها. الارزاق هو اللي عارف الارزاق قد ايه، وعارف لو كل واحد طلع قد ايه، وعارف الفقراء قد ايه وتتعمل. احنا اللي بايدينا ناخد احنا، انما مش فكره ان القهر ده من حقوق احنا. مين اللي بيقهر؟ مين اللي الناس عماله تقهر بعضها كل يوم في كل حته؟ احنا محتاجين ان احنا نرجع تاني، نرجع تاني المصريين بتوع زمان بالشهامة والجدعنة. لما الست تبقى، لما الست بس تقول إيه أي، يبقى 10 بيجروا حواليها النهاردة. فين ده؟ فالنهاردة فكرة اللي لا، إحنا النهاردة عمالين بنضغط على بعض وبنعمل حاجات كتير. هيتصلح ده لو صالحنا مع نفسنا، كل واحد يتصلح مع نفسه. قبل ما ننتقد الآخرين يشوف اللي عنده، كلنا عندنا أخطاء وكلنا فينا عيوب. قبل ما ننتقد حد نشوف عيوبنا ايه. وبعدين انا لما اسامح الصالح مع نفسي هعرف الصالح مع حضرتك والصالح مع حضرتك كده. انما ده احنا عمالين حاجه غريبه، حاجه زي الكره البطاط ديت اللي بتحطها بتضرب في الارض تنط عالي جدا، فعمال تخبط في حته وتروح هنا وتروح هنا ومش قادره توقف. انما لازم حد يوقف الحكايه دي، لازم حد يوقف ان احنا كلنا بننتقم من بعض في الأسعار، في البيع، في أي حاجة. طبعاً ما تنسوش حضراتكم السينما لعبت دور، اللعب اللي حصل في 20-25 سنة اللي فاتت دور، التعليم دور، الأسرة حصل حاجة كثيرة وصلتنا لده. نقدر نقوم، نقدر، نقدر نرجع تاني. آه، لأن احنا الشهامة ما ضاعتش والجدعانة ما ضاعتش والمروءة ما ضاعتش. وما يميز المصري عن سائر مخلوقات الأرض ما ضاعش، هو كامل، هو الضغط وفترة، وإن شاء الله هيرجع تاني. اطلع فاصل لسالي.